رايحين فين؟ تعالوا عاوزاكم. اقعدوا. انتي اكيد مش هتتخانقي معايا صح؟ يعني انا متفهمه جدا ان انتي طبعا قلقتي وان انتي مش بتحبي دخول الاقسام، بس اكيد انا ما كانش ينفع اسكت، يعني لو على الاقل مش علشاني فعلشان خاطر البنات التانيه. وانتي ايه رايك؟ رأيي إن أروى اتصرفت صح الصراحة، ممكن شايفها تسكت. وأنا رأيي كمان زيكم. في الأول كنت خايفة، بس بعد كده فرحت ببناتي. بناتي بميت راجل. خوفتيني، الحمد لله. ربنا يخليكي لينا يا ندى. زي ما ينفعش نسكت، برضه ما ينفعش نكذب. بتكذبوا عليا يا كلاب؟ ما عملتش حاجه يا ماما. في ايه تتضربيني يا ماما؟ بس اهدي، في ايه؟ فاكراني هبله قاعدين مرزوعين ساعتين في الكافيه مع مين؟ ما كناش قاعدين مع حد يا ماما. انتي تخرصي خالص. انتي يا كبيره يا كدابه. بتعلمي اخواتك ايه؟ بتعلميهم الكذب؟ انا اللي خليتها تكذب، كذبت علشاني. كان عندي بروفه في مسرح الجامعه وعارفه انك طبعا اكيد مش هتوافقي. فقلت لها تنزل تستناني نروح نجيب حاجه الموبايل بتاعها. بجد مالهاش ذنب، حرام عليكي اللي بتعمليه ده. يا اخي حرمت عليكي عيشتك. برافت ايه ونيلت ايه؟ حاجه بحبها ونفسي اعملها. مش هتعمليها. عايزه اعملها يا ماما. عاوزه اقول لك حاجه، مفيش جامعه تاني، وانتي مفيش تمرين في قناه، انا هفرجكوا. وده اللي تقدري عليه؟ لا اقدر على اكتر من كده بكتير. اتفضلوا ادخلوا على وقتكم، مش عاوزه اشوف وشكم. جوه. خلاك تضربه في الكافيه. انت بتفهم؟ بقول لك كنت هضربه، ما ضربتوش. ايوه يعني هو عمل ايه اصلا عشان تضربه؟ روح اساله. كفايه اسئله غبيه عليه والنبي. يا ابني احترم نفسك بقى. بس اللي انت بتقوله ده مش كفايه انك دخلت ابوك في الحوار ده؟ هو اللي دخل نفسه. وانت طالما لقيت الحاجه والواد بتاعها ما كلمتنيش ليه؟ ولا كنت كلمت البوليس؟ ولا كان هيعملوا اي حاجه. كلمت الزفت ده وقال لي هاجي معاك. طب ما هو كلمك، ما روحتش معاه ليه؟ كان مع الزفته اللي مش جاي من وراها غير بلاوي. ولا احترم نفسك واتكلم عليها كويس، ما اسمهاش زفته. لا زفته وبراحتي، وخليك كده ماشي وراها زي الدلدول لحد ما تلبسك مصيبه. انت عايز تتربى من الاول وجديد؟ احترم نفسك. بس بقى انتوا الاثنين ضربني عشان واحده. بس بقى انت دلدول يلا. احترم نفسك. بس بقى انتوا الاثنين بس انا اخوك عشان واحده. يا ابني عيسى يا حبيبي، يا ابني عيسى يا ابني 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 يا انت فاكر نفسك عيب يا ابني؟ بتكلم عليها كويس يا ابني؟ ده الزول يا ابني. انا ما بقتش عيب. اسمع والله انت ما بقتش عيب. انت بعيد سكت ليه يا حبيبي؟ كمل 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 وانا كمان هكمل. يلا كمل اتفضلوا. يلا يا حبيبي يلا. عملتوا زي بابا؟ انا طلع عيني هو بخش هرجعه. بلطجه مش دي اللغه اللي بتفهموها؟ خلاص انا بعمل زيكم، انا بقيت بلطجي زيكم عشان ترتاح. وانا جايب كل ده بفلوسي، انا حر بقى اكسره اقطعه اعمل اي حاجه، انا حر اعمل اللي انا عايزه. ايه ده يا بابا؟ بس انت زيك زيهم، كلكم زفت. لا نفع فيكم محبة ولا صحوبية ولا أي نيل على دماغكم. يا حسن بتزعق ليه؟ في إيه؟ يلا يلا على وضعكم كلكم، يلا. هو ده الحل يعني؟ ما تناقشنيش، غوروا كلكم. جاتكم الأعرف فيكم وفي عشتكم. ماليش من أروى يا ماما، لو ليا عندك خاطر أو ماليش، هي بجد ملهاش أي ذنب. تصبحي على خير. انتي من أروى.
عارفه انك صاحيه وسامعاني. كان نفسي ادخل اقول لك ما تزعليش مني، انا اسفه، بس بجد المره دي مش عارفه اعمل كده. مش عشان ما بعرفش اتاسف زي ما انتي بتقولي عليا، بس عشان انا زعلانه عليكي يا كبرتي. انا كمان كنت كبيره البيت، خالك لما كان بيعمل حاجه غلط كنت دايما داري عليه واكدب. امي الله يرحمها كانت تقولي انتي ما بتحبيش اخوكي، لها انا يا ماما، تقولي اه. الحب والكذب ما يجتمعوش ابدا يا ناديه، ولا بين الاخوات ولا بين الحبايب، لان كل ما يكون عاوز يتاكد منك بتحبيه هيطلب منك تكذبي علشانه، وكل ما تحبيه اكتر كل ما الكذبه الصغيره هتكبر مع حبك ليه. بغض النظر عن اللي هعمله مع اختك، بس اللي مفرحني انها بتحبك، فتحت الكذب عشان بتحبك. أروى أنا عاوزاكي زيي، عشان لو في يوم حصل لي حاجة انتي اللي تعرفي تربي اخواتك. هات الشهر عليك ليش كده؟ أنا أسفة، متزعليش مني.